قبل ما نبداونا الفيديو الاخوار كنبغي نذكر جميع المتابعين ديال القناه والناس اللي كنا ذكرناهم بالجيف واي اللي كان مقترح من طرف الاخ بدر، انه اضطرينا انه نزيد اسبوع اخر نظرا لان الشروط لما تمت الشروط اللي كان طلبوها في القناه ديالو في القناه ديالي. المهم رضينا باننا نزيدوا هذا الاسبوع هذا تماما باش تكون المنافسه حظ الجميع. وبالنسبه للاجواء ديال السوق كما شفتوا الاجواء كانت حاره اثرت على السوق، ما خلاتناش نصوروا لكم شي حاجه كثيره. وتحياتي لجميع الاخوان. وانا بالنسبه للاخوان كما كتشوفوا الكيسه ديال التمارين زي هادشي من هنا اللهم بارك. بالنسبه للسلعه ديال خونا فؤاد الله يسر له الموفقيه. بالنسبه للتبانه اخي فؤاد شحال كتقول هنا؟ 150 درهم اللهم بارك فيهم الريد فاكتور والمزيك هادو ياك اللهم بارك لنا شي سلعه. ما خصناش هذا راه يتواصل مع السي فؤاد خاص خلينا التليفون فؤاد 06 63 63 73 03 09. الله يسر لك الامور ورمضان كريم علينا وعليكم الاخوان. مرة أخرى كتواجدنا خونا خالد الله يبارك هنا بالنسبة للكيبيس هنا ديال الكالوبسيت كما في العادة. بالنسبة للسلعة راه مخلطة هنا الأثمنة اللي عندها السي خالد بالنسبة للثمن موحد ولا لا كلشي ثمن واحد؟ ثمن واحد بالنسبة للوطينو والأباشير هادي اللهم شحال قلتي؟ كلشي 150 كلشي 150 درهم الله يسر الله مولي خصو شي حاجة يقضي غرض الله يبارك. وبالنسبة لهنا الكياسات ديال المانو 48 درهم الله يبارك. بالنسبة لليموندانا 25 كيسة ديال بيروش هما شحال؟ 50 حتى 80 درهم اللهم بارك. بالنسبة للسعة اللي كاينة هنا اللي خصوش هذا. وبالنسبة لهادو اللي هنا هادو موندار هادو برونفاي هادو بالنسبة للثمن هادو 40 درهم 40 درهم الكيسة الله يبارك. وبالنسبة للي خالفة شحال؟ 100 درهم الكيسة اللي خصوش هذا راه يكون. بالنسبة لحنا التليفون 06 10 22 66 68 158 158 الله يسر لك الامور ودخلك. او بالنسبه لنا الاخوه كما شفتوا بالنسبه للعشاق الطفره ديال الكالوبسيت اللهم بارك كما كتشاهدوا معنا هنا السلعه ديال خونا سيف. بالنسبه للسلعه ديال كاسيف هنا كاين البينو البيسه تاع واش جيم ديالك؟ لا باقي اربع شهور الاخوه كما سمعتوا. بالنسبه للثمن شحال كتقول في البينو؟ 220. بالنسبه للفاس بلون؟ فاس بلون 150 درهم كما سمعتوا الاخوان. بالنسبه للفاس بلون اللهم بارك ديك البيسه اللي من بورتور ارضينا اللي كتغني ذاك الدخير العايش اللهم بارك هذاك حتى هو 150 ياك؟ 150 الله يسر الله مولي خصو شي حاجه راه يتواصل معنا على الخاصيه التليفون هي اللي خاصك تتواصل معنا الله يسر الله مولي كما سمعتوا الله يسر لك الامور يا سيدي. وبالنسبه لي هنا خونا رشيد الله يسر له الامور سي رشيد. بالنسبه للسعر اللي عندك اليوم هنا بالنسبه ديال الهوغو 50 درهم اللهم بارك. وبالنسبه للاخرين عادي نورمال شحال؟ 30 درهم الله يسر الامور. وبالنسبه لنا البياسات ديال الطلق ديال الفيشر اللهم بارك. بالنسبه للفيشر شحال عندك بلاصه؟ 150. بالنسبه لك البياسه ديال الروز هذاك فيشر هذاك ياك؟ روز هذاك روز هذاك اللهم بارك. خير هذاك ولا انت هو؟ خير انت هو؟ انت هو هذيك اللهم بارك. بالنسبه للثمن شحال كتقول فيها؟ 150 الله يسر الامور. بالنسبه اللي خصو شي حاجه راه يتواصل معك حنا التليفون يا رشيد 06 56 77 89 84 اللهم بارك. بالنسبه لك الفروج 5000 ريال اللهم بارك. انتم كما كتشاهدوا ولا عاديه الاصحاب الدجاج الزينه اللهم بارك. بالنسبه للاندلسي هذا كما سمعتوا بالنسبه للتقير واش بشحال في عمره هذا تقريبا؟ 5000 ريال 250 درهم اللهم بارك. وشحال في عمره هذا تقريبا؟ باقي صغير باقي صغير اللهم بارك. بالنسبه اللي خصو راه يتواصل مع السي رشيد على الخاص الله يسر لكم الامور. حنا نكملوا مازال معنا السي رشيد اللهم بارك. السلعه اللي كاينه هنا ديال الدريساج بالنسبه للكالوبسيت هذا الدريسيات شحال كتقول في هذا؟ 100 درهم اللهم بارك. وبالنسبه للكتافات ديال التيشيرت 150 درهم كما شفتوا هذا راه شاد ديال السيران ديالك الله يسر الامور اللي بغاو. كما هذا خلينا التليفون عاودينا النمره 06 56 77 85 84 الله يسر الامور. عندنا الاخوان اللهم بارك كما كتشاهدوا معنا في اليوم نتواجدوا في صفحه غادير اللهم بارك. بالنسبه للسياسه ديال الروز كما كتشاهدوا معنا هنا بالنسبه للكوبلا ديال الروز هذه ياك
روح. هذوك جوج كوره اللهم ربي. بالنسبه للثمن شحال كتقول هنا؟ 150 درهم اللون. 150 درهم اللون. وبالنسبه لديك القطعه اللي فيه شير؟ 130. انت وهذيك والله تذكر. تذكر هذيك. تذكر اللهم ربي. وبالنسبه لهذه الزويجه هذه ديال. هذيك الزويجه 300 درهم اللهم ربي. كما سمعت الاخوان. وبالنسبه للبيسات اخرين كما كتشوف. بالنسبه لهذو اللي هنا. هذاك برادي هذاك. هذاك فاس بلون هذاك هذاك بايض هذاك. شحال؟ 150. تذكر هذاك تاهو هذاك. تذكر. وبالنسبه للبياسه اللي حداه 120. وبالنسبه لهنا اللوغو اللوغو شحال كتقول هنا؟ اللوغو 70 درهم. 70 درهم من الحبانه الاخوه اللهم بارك. بالنسبه وبالنسبه لهنا اللوتينو هنا البياسه وديك البياسه ديال اللوتينو هذيك 40 درهم. 40 درهم اللهم بارك. وديك الالبينو حتى هي 40 درهم ياك؟ 40 درهم الاخرى اللي حداها اللهم بارك. بالنسبه لهاد الاثنين اللي كاين. وبالنسبه لهنا اللي كان عندك انا داك الفاي كوبري هذيك شحال وصل؟ 200 درهم. بالنسبه لهذاك الكلوستر 400 درهم هذيك كوبري كوبري حتى هي اللهم بارك. بالنسبه للاخوان كيسالونا خصوش هذا راه يتواصلوا مع الخاص. خلينا التليفون ديالك 06 48 92 96 06 44. الله يسهل لك الامور. وبالنسبه للعشاق اللي فيه شراء الاخوة كما كتشوفوا معايا هنا البيسة اللهم بارك. بالنسبة للي راس ديال هاد الفيشر هادو هادو بورتو راه ديال بورتو اوفال ايوينغ باين اللهم بارك كما كتشوفوا. الراس ديال البلو هادو كما كتشوفوا اللهم بارك. بالنسبة للثمن شحال كتقول؟ 350 دريسين هذا 350 دريسين ياك. وبالنسبة للبيسة ديال الاربينو 250 تكير هذاك؟70 درهم اللهم. بالنسبة للآخرين عاديين دوك فول باضي شحال؟ 50 درهم اللهم بارك كما سمعت هنا. وبالنسبة لهذيك كوبري هنا شحال؟ 80 درهم كما سمعت الإخوان. وبالنسبة للعشاق الوطوات اللهم بارك حتى هو كاين معنا اليوم كما كيكون اليوم الأجواء حارة هنا في المدينة عندنا. وبالنسبة لهذ الوطوات شحال؟ 50 درهم اللهم بارك كما سمعت. وكاينين بياسات اخرين هنا كما كتشوف ديال العوق اللهم بارك بياسات المستوى. بالنسبه لهادو اللي هنا السي حسن هادو اللي هنا هادو 70 60 درهم اللي بغا شي حدا راه يتواصل مع السي حسن يتصور معاه. وبالنسبه لهنا الكوبلة ديال فيشر شحال؟ 350 بجوج 150 درهم ماشي كوبلة هادي كورونتوا اللهم بارك كما سمعت حتى ما كيقول 150 درهم والله سوش هذا راه يتواصل. وبالنسبه للعشاق الكناري كما كتشوف هنا البياسه ديال الكناري مطربش اللهم بارك راه داوي مزيان اللي بغا. بالنسبه لهذا المطربش هذا شحال؟ 170 درهم في رواج اللي بغا في رواج الاخوان. وبالنسبه لهذا الصفير 150 درهم الله يسر الامور كما شفتوا السلعه اللي كاينه اليوم. وكما العاده مره اخرى بالنسبه للمصيبه هذه كما كتشوفوا الصنعه ديال السي حسن هذه اللي بغاها راه يتواصل مع السي حسن. خاص بالنسبه للثمن ديال هذه 70 درهم كما شفتوا هذه راه تبداو الخوت منها راه في كاس اللهم بارك. اما بالنسبه لهاد التكير هذا هنا هاد الخطيب انتوا هادي ياك انتوا واجده بالنسبه للناس اللي كتسولي انتوا تواجدين. بالنسبه للثمن هي شحال؟ 130 درهم الله يسر الله امرك كما سمعت الاخوان اللي خصك عاد راه يتواصل مع السي حسن. بالنسبه للتليفون ياك عاصم انا كنتواجد هنا عند خونا محمد اللهم بارك احد التجار ديال مدينه بيبرا كيتواجد معنا نفس الوقت مدينه اكادير اللهم بارك. بالنسبه نشوفوا هنا الطيرات اللي عنده. بالنسبه لهذا الفاصروزا محمد شنو براد هادو ياك؟ شنو براد ياك؟ شحال الثمن؟ 130 اللهم بارك. بالنسبه للفيشر؟ بحال 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 اللهم بارك. اما بالنسبه للكالوكسيد هنا هذا كيفاش هادو؟ قول هادو جوج كوبلات ما شفتو الاخوان اللهم بارك. هاد الكوبلات ديال بايض هنا اللهم بارك فاس بلون. بالنسبة للثمن شحال؟ الثمن؟ الثمن؟ هادوك اخويا 400 درهم الكوبلات الاخوان كما سمعتو اللهم بارك. وبالنسبة لنا البيري شحال باقي داير الباص ديال السوق؟ 35 35 درهم الاخوان كما سمعتو الله يسر الامور اي واحد.
وبالنسبه للعشاق الكاكاريكي كما كتشاهدوا معنا واحد الكوبلانا اللهم بارك حتى ما كيقول فيها 600 درهم الله يسر الامور اللي بغاها راه غادي توصل مع خونا محمد. وكما العاده كما قلت لكم السيد عنده محل ديالو في بيكرا اللي بغى يتواصل مع الناس ديال بيكرا بالنسبه للاكسسوار اي حاجه خصكم هنا بالنسبه للاكسسوار الماكله اللهم بارك. الحمد لله حنا كنشكروا على انه الحضور ديالو رغم الاجواء الحاره هنا في مدينه اباديل الله يبارك. ولا خصو شي حاجه راه يتواصل معهم على الخاص. بالنسبه للتليفون ديالك محمد 06 45 88 08 95. الله يسر لك الامور امين. اللهم بارك الاخوه كما كتشاهدنا بالنسبه للعشاق الرئيسي اللهم بارك كما كتشاهدنا قياسات في المستوى بالنسبه للاثمنه هنا بالنسبه لهادو شحال الثمن اصير 150 درهم كما شفت لكم قياسات في المستوى اللهم بارك هذا ما كيبغيش راه مبادي بالنسبه لهنا هذا الشنيطين هذا 300 درهم هذا شحال ضرب هذا تقريبا صغير هذا ولا حمر هذا محمر في القفل اللهم بارك كلام داوية الله يسر الامور. بالنسبة لهذا اللي حدا هنا 250 اللهم بارك والاخرى اللي من هنا هذي كنتي وهذي اللهم شحال ضربة هذي حتى هي محمرة في القفل. بالنسبة للثمن 200 درهم الاخوة كما شفتو اللهم بارك. وبالنسبة لهذا اللوك في هذا هنا 50 درهم بالنسبة هذيك كنتي ولي معايا لا تباع هذيك الله يسر الله مولاها. وبالنسبة اللي بغا لوبيات اخرين هذيك كوبلة اللوبي حتى هي شحال 100 درهم اللهم بارك. وبالنسبة لذاك العصفور هذاك هو 50 درهم هذا قديم عندك هنايا اللهم بارك. بالنسبة للوكيات عاوتاني الإخوان كوبلة أخرى هنا اللهم نفس الثمن ياك الله يسر الأمور. اللي خصو شي حاجة راه يتواصل مع السير الله الخاص. قلنا التليفون واش هو 06 67 29 38 الله يسر لي.